أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجها لوجه. ضيفي وضيفكم الكريم اليوم معنا المحامي حسين الحريتي، عضو مجلس الأمة السابق. مرحبا فيك أبو علي. حياك الله، شرف وجودك أخوي أبو أحمد، وأشكرك على هذه الدعوة وأشكر قناة الشاهد، وكذلك أمسي عليك وأمسي على السادة المشاهدين والمشاهدات. وتسمح لي بهذه المناسبة أن أتقدم إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، وإلى ولي العهد الأمين، وإلى الشعب الكويتي بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاستغلال وعيد التحرير. وإن شاء الله دائما الكويت دولة عز وكرامة. ممتاز. وعلى أساس ندش بالأسئلة، في خلاف بينك وبين رياض العدساني؟ لا أبدا، ما بيني وبينه شيء، بالعكس كان هو من الناس اللي يتصل فيني حينما كنت عضو مجلس أمة في 2006 و2007 ويشيد بالمواقف اللي كنت أتخذها. ما بيني وبين أي شيء ولا أعرفه شخصيا، بس كان يعني كان أذكر أنه كان هو في جمعية النزهة، يبدو أنه يعني مجلس إدارة أو رئيس مجلس إدارة، وكان يعني دائما اتصالاته إيجابية، يعني ما حصل أني حتى التقيت فيه. حلو، ندش على الموضوع الأثير وصار اللغط عليه، قضية الإيداعات وتضخم بعض حسابات النواب، وكانت على فترة. على الرغم أن أنا أقول ترى مو بس تضخم، إذا بنتكلم نرجع من 63 حتى تاريخ اليوم، قضية الإيداعات لماذا أثيرت في التوقيت هذا؟ هي لازم نعطي أرضية على شنو هالقضية هذه. شوف، أنا أذكر في سبتمبر 2011 إحدى الجرائد المحسوبة على قطب معين، جريدة إلكترونية، كتبت إن هناك تضخم حسابات، وذكرت أسماء وذكرت مبالغ تختلف عن المبالغ اللي كل مرحلة تذكر مبالغ. وأذكر أني أنا يعني ورد اسمي بهذه الأمور هذه، فطلعت في مؤتمر صحفي في مجلس الأمة، وكنت حينما يعني كنت أنا عضو مجلس أمة ذاك الوقت، وقلت هذا هو صراع الأقطاب، بدأ الآن صراع الأقطاب. أنت عارف، الكل يعرف من هم الأقطاب، وواحد طلع من الوزارة، وكان أنا موقفي يعني حتى في تصويتات الموجودة كلها مواقف يعني يشهد الكل لها محايدة، وإذا أنا أخذت موقف بهذا الجانب أو ذاك الجانب أسبب. دائما أنا يوميا كنت أطلع على البوديوم وأصرح تصريحات، لأني أنا من الناس اللي يأخذ قراره عن قناعة. ولما أثير هذا الموضوع حتى قلت حتى نقطع الشك باليقين، أتمنى أن القضية أو هذه البلاغات تذهب إلى النيابة العامة، وطلبت ولتصريح واضح أمام الصحافة، أتمنى على النائب العام أن يطلبني أول واحد. وطبعا تصادف موضوعي الإيداعات وموضوع التحويلات الخارجية، وصار هناك لغط مع موضوع الربيع العربي، وهناك تيار معين استغل هاتين القضيتين واشتغل عليها وهيج الشارع وطلع الشعب، ها، وتم حل البرلمان، ثم تم عمل انتخابات في اعتقد في بداية فبراير 2012، وأتى ما يسمى مجلس الأغلبية، وأنا ذاك الوقت أنا ما نزلت، ما كان الجو صحي بهذه. اليوم احنا ما احنا أيام أمام انتخابات، اليوم أنت الآن أمام أمر يمس سمعتك وكرامتك، فبالتالي أنت الحين راح يصير عندك أولوية أخرى يجب أنك أن تدافع. وتم طلبي في بداية ديسمبر 2011 بعد حل البرلمان، وذهبت إلى النيابة العامة وحضرت وواجهت كل هذا البلاغ بالأسانيد وبالأدلة، وتم التحقيق، وذهبت إلى أمن الدولة، وذهبت إلى كل الجهات الرقابية اللي لها علاقة ما يسمى بأي حساب متضخم. حلو. ترى على فكرة أبو أحمد، يوميا أنا الآن مو محامي، عندنا قضايا غسيل أموال، عندنا قضايا ناس عندهم إيداعات، رئيس البنك المركزي يوم من الأيام تم إحالته إلى النيابة العامة، وتم التحقيق معه، وانتهى إلى إن ما انتهى إليه لا صحة لهذا الاتهام.
فوضع طبيعي الناس تروح النيابة، وضع طبيعي، ظاهرة صحية أنك أنت إذا كان هناك شبهات لفصل، وأنت عضو مجلس أمة، وأنت قيادي، وأنت وزير، وأنت وكيل هناك. شنو بس عفوا أبو علي حاطيك إيه؟ شنو كان رأي النيابة العامة؟ هل كان حفظ القضية أم أشارة وإنه شوف إيه؟ خلاصنا من هالقضية هذه ب 2011 أو آخر 2011 تم التحقيق، وتم التحقيق لمدة سنة حتى 18/10/2012 زين، ظهر قرار النيابة العامة بأن تم التحقيق مع كل واحد زين، وأن هذا التحقيق تضمن كل جرائم المال العام، كل جرائم تمس في الوظيفة العامة، وأقصد الجرائم المال العام أقصد الرشوة، غسيل الأموال، الاستيلة، الاختلاس، أيا كان زين، انتهى إلى أنه وطبعا وبانتهاء التحريات من قبل أمن الدولة في غسيل الأموال، من قبل وحدة التحريات في البنك المركزي، من قبل وزارة التجارة، من كل الجهات، انتهت إلى أن هذا البلاغ لا صحة له، لا صحة لا له، لا صحة له، أساس نقول للجمهور لا صحة له، لا صحة لهذا الاتهام. أنا أقرأ لك، يرجى الإحاطة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغ من البنك الفلاني المحلي عن إيداع نقدي. طبعا على فكرة تعميم البنوك، وأنا أوجه كلامي للمشاهدين بأن التعميم يقول كل من يودع فوق 3000 دينار يجب أن يكون هناك مستند لهذا الإيداع. البنوك يعني كل واحد فوق 3000 لازم مستند. زين، حطيت والله 10، حطيت 1,000,000، حطيت 500، زين، لابد للبنك أما أن يقبل بمستند أو لا يقبل. فانتهت إلى أن بالإيداع زين، وباشرة النيابة العامة تحقيق هذا البلاغ باستظهار ما تثيره من شبهات حول وقوع أي جريمة من جرائم المساس بالوظيفة العامة، أو جرائم حماية المال العام، أو جرائم غسيل الأموال، أو غيرها من الجرائم بوجه عام. واستعانت، شوف شلون، شو استعانت النيابة العامة؟ البعض يقول ما رحتوا أمن الدولة، ما رحتوا هالكلام هذا، واستعانت النيابة العامة في تحقيق هذه القضايا بتحريات ومعلومات وحدة التحريات المالية بالبنك المركزي، وإدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في جهاز أمن الدولة، وكما استمعت النيابة العامة إلى شهادة وأقوال ممثل البنك المبلغ والمبلغ عنه وكافة ذوي الشأن وجميع التحقيق وجميع المختصين، وطلعت النيابة العامة على كافة، شوف طلعت النيابة العامة على كافة ما قدم لها من أوراق ومستندات وتقارير دون أن تتوصل لا التحقيقات إلى توافر دليل على وقوع أي جريمة من الجرائم، الرشوة، الاعتداء على المال العام، غسيل الأموال أو غيرها ضد المبلغ عنه. شوف النائب العام سبب قراره، ولما كانت التحريات والتحقيقات لم تتوصل إلى ما يثبت إلى أن هذا المبلغ البودع في حساب الشخص زين قد تحصل من أي جريمة أو من أي مصدر غير مشروع، ولذا فقد انتهت النيابة العامة إلى التصرف في القضية المشار إليها بأن أمرت باستبعاد شبهة الجناية عن الواقع موضوع التحقيق، وبقيدها شكاوى وحفظها إداريا استنادا إلى المادة 102 من قانون الإجراءات والمحاكمة الجزائية التي تعطي النيابة العامة سلطة حفظ التحقيق نهائيا إلا بدليل جديد إذا كانت الوقائع المنسوبة لا صحة لها. وهذا كلام النائب العام، مو كلامي أنا، والنيابة العامة خصم شريف وليس لها مصلحة وكلنا نثق فيها، لا توقف معي ولا توقف مع غيري. فإذا إحنا ما قبلنا بهذا الحكم وبالتالي فهذا طعن بالقضاء الكويتي. زين نعم، الصحيفة اللي نشرت هذا الأمر
تم استدعائه ولم تقدم المستندات. مو الصحيفة، البنك أيضا الصحيفة رئيس التحرير استدعوه ولم يقدم شيء، في وأيضا البنك لم يقدم. نعم، ليش ما رجعت بقضايا على الصحيفة اللي أثارت الموضوع؟ شوف، وعلى أبو أحمد خلي الصورة واضحة. شوف، أصلا هذه الأمور وغسيل الأموال قانون يتجدد كل سنة سنتين، ها يحتاج القانون شو يقول؟ حتى قانوننا اللي مشرعينه غلط، ترك الأمر لمن؟ للبنوك. فيقول له بصريح العبارة، يا بنك المعني أنت وعميلك، ها متى ما تشوف عنده إيداع زاد، ها أنت دايركت تروح للنيابة العامة ببلاغ مو شكوى. محمد الملا عنده حساب زاد، حسابه زاد، يعني يابا شوفوا شنو صار، ليش سبب الزيادة، يعني يابا شوفوا سبب الزيادة. زين، يروح الشخص، عشرات اللي قاعد يروحون حق نيابة الأموال، عشرات أقول لك، ها دائما عشرات. لما يروح النيابة تقول النيابة تعال يا أبو أحمد أنت عندك 10,000 بحسابك، عندك مليون، عندك 20 مليون، تعال يبا عطنا مستندك أو مصدرك لهذه الأموال. زين، في ناس عندهم مطاعم تدخل باليوم 40,000، صحيح. زين، في ناس عندهم سوبر ماركت يدخل بالآلاف، عرف شلون؟ تعال يبا ما بيننا وبينك شيء، عطنا مستنداتك. أنا رجل أملك، أنا يا حسين الحريتي اشتغلت بالمحاماة من أكتوبر 2006 مع أكبر محامين بالبلد، من 2006 يعني من قبل 11 سنة. زين، وانت عارف، وانا بضرب لك مثال صغير على زميلنا المحامي الحميدي السبيعي، توه قالها باستجواب وزير المالية وزير الإعلام، لما من ضمن المحاور قال للوزير ان انت نتيجة تضررت لان انت كنت محامي لاتحادات رياضية، قال لا انا نعم اخذت، وانا نعم ومن حقي وانتزعت، وفعلا انتزع احكام من الاتحادات الرياضية بما يعادل 15 مليون، وقال لا ما اخذت بعد انا مليون، اخذت مليون ونص. عرفت شلون؟ انا قاعد اقول لك الحين انا رابح قضية حاليا ومتداول في المحاكم تصل قيمتها 150 مليون دينار دولار، بما يعني بحدود 50 مليون. انت لما تقول لي تعال والله دخلت مبلغ، هذه مستنداتي 1 2 3 4 5 6، لا ولا اكتفوا بهذا، رحنا الامن الدوله وبحثت سنه هذا الامر، والكل يدري، وانا ما عندي ابدا ما عندي شيء اخفيه. انا يكون بعلمك يا ابو احمد، انا من اول يوم رحت الامن من طلعت على طول في قناه الوطن في تو الليل وتكلمت وقلت بالحرف الواحد أحترم القضاء ولن أتوسع بالحديث عن هذا الموضوع إلى أن ينتهي التحقيق، أما بالإدانة أو بحفظ التحقيق نهائيا، وهذا اللي حصل. الآن تبي تقول لي أنت ليش فتح الآن؟ أنا أتمنى توجه السؤال لمن فتح هذا الأمر. ما يعني كنا نتمنى تواجه رياض العدساني وتقول له الأسئلة هذه وتجاوب. أنا حتى تكون الصورة واضحة، أنا اللي كنت أتمنى أواجهه وأتمنى أواجهه أمام وسائل الإعلام، وأنا أنا كنت أتابع الجلسة، وأن الجلسة حسب ما قال أني أنا قدمت طلب وقلت للنواب زملاء النواب أنا أتحمل المسؤولية وسأكشف للشعب الكويتي من دفع ومصدر الأموال والأسماء والمبالغ. قلنا خير، أتمنى إن شاء الله كلنا وياك نبي نعرف، أنت ذكرت القبيض وين اللي دفع لهم. زين، أنا أتكلم عن نفسي يا حسين العريتي،
وصارت الجلسة وانتهت الجلسة. فإذا هي ورقة بيضاء مطبوعة A4 حاول أن يعرضها على الصحافة وقبلها بيوم تم تسريب هذه الورقة وكتبت الأسماء بخط اليد، لا قدم ورق بنكي ولا قدم حسابات ولا شفنا أسماء. زين، أسماء تتداول في تويتر. أنا قاعد أقول لك أنا من الناس اللي رحت للنيابة العامة ولا عيب فيها وراسي مكشوف وانتهت الجلسة. ويا ريت قدموا قانون منع تضارب المصالح، ولم يقدم قانون، ولا يمكن انك تقدم قانون بجلسة في قاعة عبد الله السالم، الا لازم انك تقدم مقترح ثم يذهب الى اللجنة المختصة ثم يتم تداوله ومناقشته مع المختصين ثم تستدعى الحكومة ويتم اخذ رأيها ثم يعد تقرير عن هذا القانون ويذهب الى قاعة عبد الله السالم حتى يناقش ويعرض التصويت. اما تاخذ الامر شماعة وتقول اني انا بمناسبة اقرار قانون منع تضارب المصالح انا ابروح افتح الموضوع، يا ريتك فتحته وحطيت لجنة تحقيق. انت اذا مو مقتنع بقرار النيابة ولا مقتنع بلجنة الإيداعات في المجلس الماضي برئاسة زميلك عبد الله طريجي، ولا مقتنع بديوان المحاسبة، ولا مقتنع بمكافحة هيئة الفساد، شو اللي يقنعك؟ فاضطريت سمعت دعوته. ايه عامة يوم الخميس ايش قال؟ قال اللي يصرح واللي يصور واللي عنده اعتراض لا يكثر حكي. شوف بالاسلوب هذا، للاسف بالاسلوب هذا، انا فلان الفلاني يجيني في المجلس ولا يتراجعون، من عنده الشجاعة يجيني في المجلس ويتحداني. وانتظره في القاعة لا ايه؟ خميس. انا يوم يوم السبت شفت الدعوة هذه ودزيت بيان وقلت أنا على استعداد من يواجهك أمام وسائل الإعلام وفي بيت الأمة، وحددنا وهو يعلم الوقت وحددنا الساعة، حددنا الساعة واحدة وتم الإعلان فيها بنشرات الأخبار في الراي قبلها بليلة ورحت ووصلت قبل التوقيت واحدة إلا ربع، وصلت المجلس اللي المفروض أنا ما أتحدى زين، والمفروض أني أنا ما أروح، ومع هذا لأن الأمر يمسني بسمعتي وكرامتي وأولادي وعائلتي وقبيلتي وناخبيني، تبيني أسكت؟ لا والله ما أسكت. لهذا السبب رحت وأتفاجأ من الصحافة في مجلس الأمة يقول والله راح للجنة. البعض قال ليش ما رحت للجنة؟ يقول لك كاهو قريبة مني. شوف أحمد ايه؟ أنا أكتفي بتغريدة صالح عاشور، قال له أنت تحصنت في قاعة عبد الله السالم ها وقلت ولما طلعت برا تخفيت في اللجنة، ترى الحصانة تمتد إلى اللجنة لكن ما مرات ما فيها حصانة، عرف شلون؟ انزين تكلمت وقعدت 20 دقيقة تكلم، والله يا صوتي حتى اللي في أخذ الممر يسمعه، وقلت ما قلته في الكلام. أنا لو محلة ومصداقيتي على المحك أطلع وواجه وطلع الدليل اللي عندي. متى تطلع الدليل هذا؟ وين الدليل؟ واجبك الدستوري وقبل لا تكون نائب انت مواطن خفير، والمواطن خفير
يا أخي المادة 14 من قانون الجزاء تقول على كل شخص يعلم بوجود جريمة أو سمع بهذه الجريمة عليه الإبلاغ، وإذا ما بلغ راح يعاقب بعقوبة الممتنع عن الشهادة. لو طلبت انك تواجهه في هالاستديو ما يخالف؟ ما يخالف، جاوبني على النقطة، لو بهالمعلومات اللي قاعد تقولها لو طلبت انك تواجهه في الاستديو تقبل؟ شوف أنا رحت لمجلس الأمة زين، والرجل ما واجهني، ما تواجهني، ما احنا ما حنا بصدد مواجهة ما مواجهة، أنا ما عندي شيء عشان ما أخاف ولا ما أخاف، أنا جيت في مجلس الأمة ها وهو ما واجهني. تدري شنو شرطه؟ ما يبي أمام الإعلام، ما يبي لا ما يبي أمام الإعلام. شو يقول هو؟ يقول يجيني في المكتب وبدون صحافة وبحضور شاهدين تابعين له، وإنه يعطيني الورقة وأقراها ثم أملي هذه الورقة بورقة بيضاء وأطلع وأروح للصحافة وأقول لهم إنه في الجلسة السرية المنعقدة في المكتب برئاسة فلان الفلاني وفلان فلاني حكمت علي بإدانتي. هذا اللي يبي. شنو إحنا شهود ما شهود؟ ملشة هي ولا شنو هي؟ يا أبو أحمد عضو مجلس الأمة، عضو مجلس الأمة يملك أدوات دستورية، عضو مجلس الأمة يملك ما لم يملكه المواطن، يقدر يروح قانون حماية المال العام، لجنة حماية المال العام هو عضو فيها يروح لها، ما أدري إذا كان عضو ولا لا، يروح إلى النيابة العامة، يروح إلى مكافحة الفساد، يروح إلى ديوان المحاسبة. هذه قضية حساسة، من يلعب فيها سياسة ها يستطيع أن يتكسب عليها. ترى غيره اشتغل سياسة وقضى بقضية قضية حساسة ومشى فيها 3 انتخابات 4 انتخابات والناس تدينت وتورطت لغاية ما استهلكت هذه القضية، وأيضا هو استهلك معها. لكن أنا أقول أنصحه بأن يبحث عن قضية جديدة لعل وعسى أنها تدغدغ مشاعر، لأن هالقضية هذه أصبحت من الماضي. بس للتاريخ يعني للأمانة ترى أنا كلمته شخصيا أنه يحضر البرنامج ومستعد يعرض كل حاجة ويواجهك في العملية. ها أنت الحين مقابلتني أنا قاعد أقول لك قابله وخله يقدم الدليل. ما تواجهه في مكان هذا وجه لوجه؟ ما في داعي واجهه. أنا رحت لمجلس الأمة يا أبو أحمد، إحنا ما إحنا بصدد الشعب الكويتي شيء بيستفيد. أنا رحت لمجلس الأمة ولا واجهني وتخفى واختبأ، وبعدين يقول لك والله اللي يبيني لا يكثر حكي يروح للنيابة. زين شنو الأوراق اللي كان بيسلمها لكم أو شنو المستند؟ أتمنى من هذا البرنامج وأوجه كلامي للشعب الكويتي، أتمنى إنه يعرض المحاضر الموثقة اللي يقول هو عنده. أتمنى، وأنا أتمنى أوجه رسالتي هذا إلى ناخبينا في الدائرة الثانية. أنا أقول لك وأنا من الناخبين في من الشعب الكويتي، إذا عندك دليل يحتم عليك واجبك الدستوري وكمواطن روح للنائب العام، وأنا أروح معك الدور الأول قصر العدل. ما أدري أنت عضو مجلس أمة أو وكيل نيابة، وين إحنا نتعامل مع من؟ نتعامل مع سلطة مختصة بالفصل بين المتنازعين سواء كان مواطن مع مواطن أو مواطن مع حكومة، أم نتعامل مع عضو مجلس أمة لديه من الصلاحيات هي الرقابة والتشريع؟ أنا دشيت عليه في مقابلة بالوطن 2013، فإذا كان يتحدث وهو يقول وأنا وكان 2013 وكانت محفوظة ولعدم صحة الاتهام، تفاجأت بالبرنامج، فالرجل يتكلم
إن والله نقص تشريعات، وإن ما حققوا معاهم، وإن كروتوها من الدولة. ورحت دخلت عليه بالبرنامج، وعندك دش باليوتيوب اللي يقول إن حسين الحريتي ما واجهني باليوتيوب ب 2013 رد حسين الحريتي بالوطن على رياض العدساني. دخلت معاه وعلي حسين موجود، وقلت له أنت حتى يطمئن قلبك وأنت عضو لجنة إيداعات اطلبني، اطلبني أنا معاي الملف الأبيض، اطلبني ولو إن قانونا ما يحق لك ولا لي حق أني حضر أنا، إلا أنني أتعهد أمام الشعب الكويتي أني حضر هاللجنة هذه. تفاجأت فيه، بعدين استقال من مجلس الأمة، وعد أنه يناديني ويشوف بما لديه من صلاحيات في اللجنة، ولكن ماكو شيء. في عندنا تقرير بنشوفه ونبيك ترد عليه، عطني يا مخرج. أما بخصوص يعني النائبين السابق والحالي بالنسبة حق صالح عاشور وحسين الحريتي، عندما قال صالح عاشور أنه لا يهرب عني، قلت الحمد لله وكنت واثق من نفسي تماما يا صالح عاشور، أنا واجهتك في قبة البرلمان وجها لوجه وذكرت كل الأمور اللي أنا أعتقد واثق أنها هي صحيحة وأمامك. بالإضافة من شديت الظهر فيه حسين الحريتي لم يأتي، وهو قال حسين الحريتي أعطيني فرصة ثانية، وأعطيته فرصة أكثر من ثانية وثالثة لم يأتي، وكنت واثق قلت أنه لن يواجه، هذا كلامي. فقضية الإيداعات أعطيت فرصة لمن يرغب بالإطلاع. في بعض الأمور أنا رأيتها تالي، يعني يمكن قال حسين الحريتي رياض ما يحصل لي، زين أنا يعني لكل أمانة ما كنت أرغب أن تطلع في هذا المنظر يا حسين الحريتي. يعني أنا الحمد لله ملتزم في الصلاة، ورب العالمين هو من يحاسب العباد ليس حسين الحريتي. بعدين كان يقول لجنة الميزانيات هي 5 أعضاء، أنت رئيس لجنة تشريعية، افترض تعلم أن رئيس لجنة تشريعية ما ينطبق عليها نفس الميزانيات، هم 7 أعضاء مو 5 أعضاء. انقل الصورة الحقيقية، أنت عضو سابق وفترة طويلة في البرلمان، وكنت وزير عدل، افترض عندك الدراية الكافية أنهم 7 أعضاء وليس 5 أعضاء. إنما تقدم بطلب دعوة على مزاجك عن طريق الإعلام طوفته، تتأخر طوفته، لكن ما تتصل وتقول بتأخر وأنا شرى أنك تجي. لو كنت حريص تنتظر حتى أخلص من اللجنة، وأنا قلت أنا رايح لجنة الميزانيات، تنتظر أطلع وما عندك تقوله وأنا أوريك كل المستندات، إذا تتفق معي تتفق معي، ما تتفق معي روح القضاء. أبو محمد يقول لك روح القضاء. لا أنا رايح ولا راح أنطره، رايح القضاء، رايح القضاء، وأقول لك يا هشكرة رايح القضاء والمغردين اللي وياه رايح القضاء، وأتمنى أن الدعوة تنقبل حتى لا تكون أنه والله أن عضو مجلس أمة لا يؤاخذ تحت قبة البرلمان. تطلب منه رفع الحصار؟ إيه لا طبعا، هو يقول أنا مستعد وأنا كذا. شوف سالفة اللجنة، أنا ما أدري اللجنة زين، والله لوني محلة، والله لو أقعد مصداقيتي على المحك، يجيني شخص من برا المجلس وأنا أمثل 4000 ناخب ويتبعني بالتويتر 250,000 زين، أطلع شو اللي أنا شنو خايف منه؟ مو عندك مستند؟ مو تقول إني أنا أعرف اللي دفعوا حق حسين الحريتي؟ مو تقول تعرف أقطاب الأسرة؟ ومو تقول أنت إن شو اسمه أعضاء الحكومة؟ وبعدين غيرت وقلت لا أمور تجارية، وبعدين انقلبت إلى إنه مكاتب هندسية ومكاتب قانونية. يا أخي أطلع البينة عليك أنت، أنا الحين جبت لك هذا قرار الحفظ، أنا أطالب الناخبين في الدائرة الثانية يروحوا له، تعال يبا الرجل قاعد يقول لك مصداقيتك على المحك، يا أنك رجل مثل ما قلت له أنا قد المسؤولية تأخذ هذا المستند اللي عندك والمحاضر اللي تقول وتروح للنيابة العامة زين، يا أنك تطلع بالإعلام وبرزها، أنت نادى خليه يبرزها هني، خلي الشعب الكويتي يعرف الحقيقة، خليه يكشف الحقيقة عشان ننهي من هالموضوع، سمعة الناس مو سهلة.
ولا يعتقد اني انا بخليه، لا يعتقد ابدا اني بخليه. رايح للاسبوع الجاي وانا قاعد اعد القضيه، وهو يقول بتصريح بعبارته انا ذكرت اللي دفع والمصدر، اتمنى ان لا يتراجع، مثل ما قلت له في بياني اني اقبل دعواك اللي وجهتها لي، وان لا انهيت هذه الدعوه بان لا تتراجع، لكن للاسف جيتها ما حصلتها. اي لجنه؟ لجنه مصداقيتي على المحك. اعيد السؤال، لماذا لم ترفعوا قضيه على الصحيفه التي اثارت هذا الموضوع واللي لم يقدم مستندات الداله على الموضوع؟ الصحيفه اللي تقول عنها زين، هذه الصحيفه التي حملت رايه هذا الموضوع لمصالح معينه، شوفها الان قبل اسبوع تراجعت، هذا ابلغ رد عليهم. انا بالنسبه لي ما تقدر ترفع دعوة إلا لما تأخذ أنت قرارك، عرف شلون؟ لما تأخذ قرارك تقدر. إحنا انتهينا بالموضوع هذا، خلاص انتهى الموضوع هذا. أما سالفة إنه ها كل فترة قاعد تطلع لي، واستطعت من خلال هذا الموضوع الحساس، إذا أنت يا أخي تبي تشتغل سياسة لا تشتغل على سمعة وكرامة الآخرين، هذا أقوى من البراءة، هذا لا صحة الاتهام نهائيا. إذا عندك دليل وأنا أقولها أمام الشعب الكويتي ها، أنا حط إيدي بيدك وروح النابعة. ليش أنتوا بالذات كنواب اتهمتوا في الإيداعات؟ مو في من أعرف إحنا لا خلك الحين أنا بقول لك ليش. إيه؟ زين أنت تابع الموضوع أبو أحمد، تذكر قضية رئيس الوزراء السابق؟ إيه. تذكر قضية الله يرحمه رئيس المجلس السابق؟ شنو صار عليهم؟ شنو اتهموا؟ وصلت إلى أنهم يتعاملون مع الكيان الصهيوني، تذكر؟ زين؟ شنو انتهى؟ شنو انتهت الأمور؟ ها؟ الكل يعلم شنو انتهت عليه. من اتهم ها؟ من اتهم تراجع واعتذر. صحيح. زين؟ زين، خلصنا من هذا الموضوع. اتجهوا إلى أعضاء المحكمة الدستورية. وحملوا أوراق ومستندات وحسابات إيداع بالعضو اليمين 20 مليون، بالعضو الشمال 30 مليون، زين؟ وانتهت بعدين، وتقدم باعتذار، وأن هذه الأوراق التي وصلته لم تكن صحيحة، وأن ما قررته النيابة العامة بأنها غير صحيحة، فإنني أمتثل لما انتهت إليه النيابة العامة. خلصنا. سلطة قضاء، السلطة تنفيذية، قبلها سلطة تشريعية، ثم سلطة قضائية، ثلاث سلطات ركائز النظام الدستوري بالكويت، ثلاث سلطات انضربت. زين خلنا على هالموضوع هذا أبو أحمد، أيعقل إيداعات من 1/1/2011 إلى 1/11/2011 في خلال 10 شهور نائب ياخذ 9 مليون ونائب ياخذ 700 ألف؟ ليش هذا صوته ذهبي وهذا غير ذهبي؟ أنا بس أترك هذا التساؤل للشعب الكويتي، أيعقل 1/9 و1/700 ألف؟ ليش هذا صوته عن 10 ولا شنو؟ يا جماعة استغفال الشعب هذا أمر مو صحيح. أنت من ساعة قلتها الشعب الكويتي أصبح كان ولا زال واعي، واعي ما يجوز هالأمر هذه أنها أن 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 تقال له، ولا تصدر من من؟ من ممثل الأمة؟ يا أخي اطلع وقول هذا حساب، هذه ورقة بنكية، قول أنت إذا عندك الواقعة صحيحة مو مجرم، اطلع قول. أنت تعرف أبو علي أبو محمد حيجازى قانونيا على ما يجازى، إذا كان هو متأكد المعلومة أنها صحيحة يقولها، يطلع
أما أنك تتستر تحت قبة عبد الله السالم أو تذهب إلى اللجان، أنا وين حصلة؟ أكثر من أني رحت له لمجلس الأمة وقبلها بليلة وقبلها بيوم قبلها بأربع وعشرين ساعة الدعوة في كل التواصل الاجتماعي وكل القنوات الإخبارية قالتها وسجلت. وأتمنى أنك لو تحط أخبار الرأي اللي قبلها بليلة أن الوقت الساعة، وهو يعلم علم اليقين وصار منه قبول وجه الدعوة وأنا قبلت، وهو قال له أحد الصحافة أحد الصحفيين قال له نائب من النواب اللي أنت تقول أنك ذكرتهم بالقاعة، قال أنا مستعد أجيك وواجهك، قال حيا الله. زين لو عنده تحفظ، ما عنده تويتر أقول لك أنا في ربع مليون يا أخي دز، قل والله ما حدت وقت، والله أنا ماني فاضي، والله أنا تجيني بالساعة الفلانية. فوت على الشعب الكويتي في 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 بيت الأمة أن يواجهك حسين الحريتي. زين، النائب سعدون حماد قال تحت قبة عبد الله السالم أن هناك بعض الأعضاء في المجلس الحالي لديهم تضخمات بالحسابات، ولم تذكر أسماءهم في الكشف الذي قدمه النائب رياض العساني، ولم ينفي ما جاء بهذا الكشف. ايش رايك تعليقك على الكلام؟ شوف، انا ما انا بالنسبه اتكلم عن نفسي ابو احمد، ما لي علاقه بما يدار، ولا اني من الناس اللي اتهم الناس من غير سند او دليل. حلو. وهذا الامر ها يعني رب العالمين لا يقبله في الايه الكريمه، ولا اني اخلاقي ها اني انا اصل اني اتهم الاخرين بهذا الامر. هذا رجل عندك مستند قول هالكلام. هذا سعد الحماد احترم كلام اللي قاله، الا ان مدى مصداقيته وغيره، على الرغم من ان سعد الحماد من احد اعضاء لجنه التحقيق لجنه الاذاعات في المجلس الماضي، قد يكون اطلع على امور احنا ما اطلعنا عليها، لكن لا انا لا ايد كلامه ولا اعارض كلامه، وهو مسؤول عن كلامه، وانت سالته وهو مسؤول عن كلامه. انا بالنسبه لي حتى حضور اليوم هذا انا اتكلم عن نفسي، ما اتكلم ابدا عن الاخرين. في تقرير جاهز على ما يجهز احنا رضى. ارجع ابو محمد يعني الاسئله، صار خلاف بالمجلس الامه تضخم الحسابات 2009 فاختلفوا الى 2006 2006 2009، ايش قصه الرقم وين؟ والله ابو احمد المشكله يعني انا ماني عضو اثناء لجنه التحقيق اللي قالوا 2006. ليش اختلفوا 2006 و2009؟ ما ادري، انا ما ادري، لكن المجلس الماضي خذوا قرار بانهم يرجعوا الى 2006 وتم اعداد تقرير في هذا الموضوع، واعد حسب المعلومات اللي وصلتني اعد تقرير عن عقارات النواب، مبالغ وما يمتلكونه من عقارات، وأعد التقرير وأرسل أعتقد التقرير إلى مكافحة الفساد. زين، فهذه هي معلوماتي البسيطة عن هذا الموضوع. فأنا يمكن لو تسأل أحد من الأشخاص اللي كانوا عاصروا المجلس الماضي 2013 والمجلس الحالي ممكن هم اللي أرجع لسؤال هم مو واضح منك، لماذا أنتم الأسماء بالذات تم التركيز على قضية تضخم الحسابات؟ ليش؟ ليش ما ذكرت وفي أسماء معروفة؟ ليش أنتم بالذات؟ أبو أحمد أبي توضيح كامل. شوف، أنا أقول لك توضيح. أولاً صراع الأقطاب. صراع الأقطاب. إيه. وأنت تعلم، أولاً أنا من الناس كانت مواقفي أبداً ما أخذت أي موقف ما بررته. كل مواقف اللي أخذتها، كثير من المواقف أخذتها إلى جانب المعارضة، ومواقف أخذتها قناعتي بأن هذا الأمر التصويت يكون بهذا الشيء. ضيف على ذلك يعني أنا ما أدري ليش اختار هالعدد هذا. لا شك إنه إذا بتاخذها على المواقف في نواب بالمجلس ها ما في لهم مواقف ها مثل مواقفي انا. زين، بل هي كثير من مواقفهم مع
الحكومة إن كان توصيل المعلومة بأن والله هذيلة تصويتاتهم حكومية، كثير من النواب اللي غيري كل تصويتاتهم مع الحكومة، أنا تصويتاتي لا. زين، جانب. الجانب الثاني، اتهمني رياض بأني ما حضرت جلسة فيصل مسلم، وأنا كنت رايح مؤتمر أنا وجمعان الحربش وأحمد مليفي اتحاد الطلبة في بريطانيا، وحضرت هناك ومعتذرين من الجلسات، وصارت الجلسة وإحنا هناك أول جلسة، أنا رجعت باليوم الثالث اللي هو اليوم الجلسة الأخيرة وحضرت، على الرغم من أني عندي موعد هناك، لغيت الموعد لأني أنا مرتب نفسي على أساس عندي عرض على دكتور، ولغيت وحضرت الجلسة، إلا أن النصاب فقد. أيعقل أني أنا أوقف مع الحكومة بهذا الموضوع؟ ورحت حق أحمد السعدون ببيته بالليل، جلسة الجلسة سميناها ندوة للدستور، وتكلمت بالندوة وقلت يا فيصل المسلم أنا كنت أتصور أن رفع الحصانة عنك وضع طبيعي، إلا أن بعد ما شفت ما حصل قطعت سفرتي وجيت عشان أوقف معاك، وترى أنا محامي وأنا محاميك، وحضرت الجلسة وحضرت معاه بالجلسة لما كنت أنا عضو مجلس أمة. حلو. أنا أتساءل مثل ما تتساءل أنت، ليش الثلاثة عشر؟ وهذا قال السؤال، ليش أنت ليش تم اختياركم الثلاثة عشر؟ ليش الثلاثة عشر؟ أول شيء هذا الرقم شيء بيأثر فيه؟ زين؟ إنزين، هناك من النواب ها اللي طلعوا عليهم 17 مليون و10 مليون، وأنا عندي علم وعلمي يقيني بأن هناك من تم انتقاء الأسماء ها، إذا كان يعني قال هذول ودهم هذول خلهم هذول كذا، في بنوك ما حولت، في بنوك أصلا ما حولت. أنا بقول لك أبو أحمد تفضل، القانون فيه عيب، أنت تعلم بأن هناك من يملك البنوك ملوك ملكية خاصة، هناك من يملك بنك، وفي نفس الوقت عضو مجلس أمة، تدري هذا القانون يستغل شلون؟ إذا أنا خصمك ها وأنا عندي بنك ممكن فوق 3000 أحولك. صحيح. زين، أنت دخلت 3000 ها، لم فوق تبرر 3000 4000 5000 أحولك. صح. زين، وأقول تم إحالته على غسيل الأموال. إيه. وأنا في الحالة هذه تخليه للساحة وأصل إلى مبتغاي. تدري أن القانون غيروه عقب هالقضية هذه على هالموضوع هذا؟ أصبح القانون شنو؟ في السابق علاقة مباشرة ما بين البنك والعميل مباشرة إلى النيابة العامة. صح. ثم النيابة العامة تقول لوحدة التحريات تأكدي من هالمصادر، وتنتظر النيابة العامة من وحدة التحريات بالمقام المركزي ومن مباحث أمن الدولة في مكافحة الإرهاب، ثم تأتيها التقارير، فإذا قالت أن هذه المصادر مشروعة ما في جريمة. عرفت؟ الآن لا، الآن ما يروح البلاغ من البنك نفسه، لأن عرفوا أن قد تدخل هذه الأمور السياسية بهذا الجانب. زين؟ فالآن البنك لا، يحيل البلاغ إلى وحدة التحريات في البنك المركزي، يحيل البلاغ إلى واحد تحريته في البنك المركزي، ثم تأتيه الموافقة بالتحرك أو عدم التحرك. عندما ما تروح النيابة تروح لوحدة التحريات يخلصون يتأكدون بعدين يحلونها. يحلونها للنيابة العامة ويتم استكمال. عرفت شلون؟ فقضايا غسيل الأموال هذه تعج فيها النيابة العامة، ومو كل واحد يحال مجرم، هي مجرد بلاغ. لأن أنا لي عتب على بعض النواب اللي لهم خبرة في مجلس الأمة للأسف، خبرة نيابية وخبرة قانونية، يقول
وين ليش ما تظلموا؟ طبعا انت عارف اي قضية تحفظ في حق التظلم، صح؟ صح. التظلم 30 يوم، وين تتظلم؟ تتظلم امام المحكمة انه والله النائب العام حفظ حقي، وهذا متاح للجميع. لكن قضية هذه اللي هي تسمى قضية ما تسمى بالإيداعات، ليش ما فيها تظلم؟ ليش ما البنوك تظلمت؟ تدري ليش؟ لأن هي عبارة عن بلاغ، والبلاغ ما في اتهام، بلاغ وليست شكوى، وبالتالي من لا يملك الشكوى لا يملك التظلم. في نواب تعرفهم تضخمت حساباتهم وما حلو للنيابة؟ أنا لو أعرفهم أنا أروح أبلغ عنهم. ما تعرف؟ يقال. وإحنا أنا من الناس لا، ما أمشي على الظن، أمشي على اليقين. في خلاف بينك وبين حدث؟ والله ما بيني وبينهم شيء، هم اللي اصطنعوا الخلاف معاي. هم اللي اصطنعوا الخلاف؟ نعم. شلون؟ شوف، أنا كنت بال 2008 و 2009 كنت وزير العدل ولا وزير الأوقاف، وأذكر أن في كان في استجواب على الوزير اللي قبلي. من محاور هالاستجواب في مركز اسمه مركز الوسطية. مركز الوسطية هذا المركز في وزارة الأوقاف، وتم تعيين شخص غير كويتي على رأس هذا المركز، وباشر عمل هالمركز، وصرفت له ميزانية، تم تعيين موظفين. فمن ضمن المحاور هذا المركز. فلما أنا جيت وصرت وزير، مطلوب مني أني أشوف تقارير ديوان المحاسبة، ومكلف من مجلس الأمة، زين، لأن الوزير السابق اللي قبلي ما واجه الاستجواب، فمكلف ومطلوب من مجلس الأمة أن يا وزير الأوقاف صحح ما ورد بمحاور الاستجواب، وصحح ما ورد بمخالفات ديوان المحاسبة على الأوقاف. أول ما جيت لقيت، تفاجأت بأن هذا المركز غير، ليس له هيكل تنظيمي في الدولة، بدون هيكل. اثنين، ما له ميزانية. ثلاثة، ما له موافقة من مجلس الخدمة المدنية، شلون عينوا موظفين عليه؟ أربعة، اللي يرأس المركز مو هذه وظيفته، شخص تم تعيينه مستشار بمكتب وزير الأوقاف، بمكتب صغير عند وزير الأوقاف، بقدرة قادر انتقل إلى أن صار على رأس مركز الوسطية من مبلغ معاشه ما يتجاوز 3,000 دينار إلى أن وصل يصرف له 12,000، من 10 إلى 12,000 دينار بالشهر. السوداني، بل إنه حينما يذهب لشراء مكتبه في أرض المعارض يمشي والقيادين وراه يمشون، قيادين الوزارة. أول ما شفت هذه التجاوزات طلبت تصحيح هذا التجاوز وهذه المخالفة، قابلته شخصيا وقلت له أنت شلون صرت مدير مركز الوسطية؟ قال هذا هو شرطي. قلت مع من شرطك؟ ما لي علاقة بشرطك، هذا عقدك، مستشار بمكتب الوزير ملحق، غير هذا ما فيه. فتفاجأ فيه يقول لي أنا جاي من بلدي وزير، أشتغل عند وزير؟ فطبعا جاء الرد مني أنا، وراح قدم استقالته، وعلى طول قبلت استقالته ونفذت الاستقالة. فتفاجأ فإن أخواننا من الأخوان اللي بالمجلس
على طول هرعوا وش صار وما صار. قلت لا 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 أنا عندي شهود وهذا يبقى متجاوز وهذا كذا وكذا. زعل الوزير السوداني. إيه. قلت لا 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 هذا مو قدم صغالته، أنا الحين أقول ما أنا قابلها. وحصل اللي حصل وترك البلد. وهذا اللي ما بيني وبينهم شيء، ابدا ما بيني وبينهم شيء. وبدت الاتهامات. وبدا من هذاك الوقت ها تعال عاد من ضمنها هذه اللي يقولك السالفة التحريك بموضوع الاذاعات وموضوع الكذا. هذا اللي الواقع اللي انا ما عندي انا خلافات مع الاخرين. لكن هم من صنعوا الخلاف هذا. والله لو انا مواطن كويتي والله تقول تعذرهم. للاسف شخص مخالف ويقول انا جيت من بلدي وزير مو جاي يشتغل عند وزير كويتي، شنو يبي الرد مني؟ فجاء الرد المناسب له ترك البلد. وبدت الخلافات مع حدس. الله يهديهم. لو طلب منك مداخلة مع عادل العدس مع رياض العدساني تقبل مداخلة تليفونية؟ حياه الله، شو المشكلة؟ ماشي، رجال اتصال على رياض العدساني. بس ما حطيت لي انت ما حطيت لي المقابلات ولا مغل. دز له رسالة. التقارير اللي قاعد يحاولون يجهزون لان عليها شعارات الوطن والراي فيها، بس يشيلونها راح تجهز ان شاء الله. تقييمك لاداء مجلس الامه الحالي كل متشائم كثره الصراع. مجلس الامه الحالي انا من شفت النتائج قلت يعتمد على نهج الاعضاء الجدد. واللي أنا قاعد أشوفه أن الأعضاء الجدد اتجهوا اتجاه إلى الاستجوابات والدخول في أمور ما تخص عضو مجلس أمة. مثلا هناك من يرغب باستجواب رئيس الوزراء لأن وزير الصحة لم يقيل الفاسدين. زين أنا بتكلم كمواطن. المواطن يشوف هل عضو مجلس أمة شغله شنو صلاحياته؟ الرقابة والتشريع، يراقب أداء الحكومة بتنفيذ القوانين وقبلها يشرع القوانين. زين من اللي مسؤول عن الوزارة؟ وزير الصحة. زين يا عضو مجلس أمة لديك معلومات بهناك فساد؟ أنا وياك شكل لجنة تحقيق. صح. زين صح. اسأل أسئلة برلمانية بأن الوكيل الفلاني عمل وسوى وسوى وسوى، اثبت ما وجهه ما 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 حصلت الإجابة، حول أسئلتك إلى استجواب. أما أطلب منك عمل تنفيذي خالص للحكومة، أقول لك شيل الفاسدين ولا ترى استجوب رئيس الحكومة، مو استجوب رئيس الحكومة. فهذا النهج يذكرني في مجلس 2012، أجواء مجلس 2012. ضيف على ذلك زين هون موضوع المسيء، كانوا في الحملات الانتخابيه يقولون تسمح لي. ايه؟ رياض العدساني. حيا الله. حيا الله. معاي اخوي النائب رياض العدساني. مساك الله بالخير اخوي رياض. مساك الله بالخير. هلا فيك. شاكر اعزائي المشاهدين. ماشي اخوي رياض. استمعت لحلقه استابعت الحلقه اخوي رياض؟ انا شفت والله اجزاء منها يعني. ايه؟ يمكن البدايه وبعدين يمكن تغير الموضوع ما دققت وايد فيه. زين بس تفضل على قضية الإيداعات. لماذا مستهدف حسين الحريتي منك أخوي رياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نسأل الله التوفيق. أول شيء أرحب فيك وأعزائي المشاهدين.
انا تشرفت باتصالك لي ان اطلع مناظره مع حسين الحريتي لكن هو رفض، فاليوم مش حقه يقبل ادش مداخله. اذا انت رافض من الاساس ان اواجهك وجه لوجه واثبت ان كلامي صحيح، فايش حقه قبلت المداخله بالتليفون؟ لانك ما عندك القدره تواجه حسين الحريتي. انت اتيت متاخر للمجلس وعطيتك فرصه الثلاث والاربعاء ولم تاتي، وانا على قناعه تامه ان كلامي صحيح، وقلت لك من قبل روح النيابه اشتك، وانا اول واحد ارفع الحصانه، ابعد عن المغردين انا بالوجه. وقلت لك انت ما عندك القدره تواجه حسين الحريتي، لان في شهر 4/2016 قلت لك راح اناظرك وانت ما جيت. فبالتالي كلامي القايل انا مقتنع فيه. السؤال يطرح نفسه، انت رحت النيابه بتضخم الحسابات ولا ما رحت؟ جاوب الشعب الكويتي. تقول 13/1 رحت ولا ما رحت؟ بس جاوب الشعب الكويتي. انت عجيب كلامك. اول شيء انا امسي عليك بالخير، لان من اخلاقي امسي عليك بالخير، لانك انت ما مسيت علي بالخير. زين؟ عشان بس الكل. لا 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي. انت زين، انا عشان 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 خلينا نرتب الحديث. اسمح لي، انت ما عندك القدره تواجه، لان انا كنت المفروض اطلع وياك وافند كل هالامور، واكلمك بكل بساطه بكل ثقه لا تستطيع المواجهه. انت اتيت متاخر في مجلس الامه واعطيتك فرصه الثلاث والاربعاء، غير الاثنين اتيت متاخر، حطوا جريده الجريده بتجي الساعه 12، وحطوا جريده الراي تجي الساعه 12:30، وقناه الراي حطت الساعه 1. تبي تاخذ موعد، دائما تاخذ الموعد من صاحب الشان اللي هو انا، بس موعد من مزاج مع كل احترام والتقدير لك، ولكن ما يصير هالكلام هذا. زين رياض، فانت المفروض حتى دائما المناظرات يكون فيها مدير حوار. رياض مثل اخوي محمد الملا، 5 دقائق لي 5 دقائق لك، لكن هي مو ساحه مصارعه. رياض بعد قلبي رياض خليك معي. تفضل على اساس نسفيد حسين، على اساس اذا كان رد على الكلام اللي جامل. اولا ما عندي شيء اخفي، كان واجهتني اذا ما عندك شيء تخفي. رياض رياض عطني فرصه والله. لا كان واجهني، كان واجهني مع كل احترام والتقدير لك اخوي حسين، كان واجهتني. زين رياض خلينا نسمع رده، والله بترد يا رياض، عطني فرصه بس. تفضل اخوي. شوف اول شيء انا ما اخشى شيء وله خصم. ما تخشى شيء واجهني يا رياض. دقيقه عطني 5 دقائق نتكلم ولا نمشي؟ خلي يرد وبعدين لك. فيك انت شك برتبك شوي شوي، هدي اصابك. انا مرتبك ليش ارتبك؟ والله مرتبك. لا 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 بالعكس، والله مرتبك. انا اعرف اعرف النفسيه اللي انت فيها. الله يعينك. بالعكس انا بالعكس انا الله يعينك على نفسك. لا رياض رياض ما نبي ما نبي تكفى رياض ما نبي دخلنا رياض تكفى رياض رياض بعد رياض اصبر شوي خلي يرد ولك خلي المشاهد يستفيد. تفضل. شوف اتمنى حسين الحريتي يتمالك اعصابه ويتكلم. يا لا والله العظيم هذا يتمالك اعصابه. والله هادي والله ما تعرفني انا، والله هادي يا رياض. عطني فرصه اقول اقول اسال ابوك يعرفني عدل، ونعم فيك ونعم في ابوك. والله الله يسلمك الله يسلمك. عطني فرصه. خل المواطن جزاك الله خير، خل ناخبينك بالدائره الثانيه يستفيدون. زين انت تبي المواطن الكويتي يحكم حكم عليك بالاعدام السياسي في 2016 بالانتخابات. يا رياض رياض شوف 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 رياض 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 هذه اسمع رياض 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 انا لو ابي انتخاب اسمعني يا رياض اسمعني اسمعني يا رياض يا رياض انا بال 2016 ما دشيت فرعيه وصوت واحد يا رياض. انا رجل اضحي في مستقبل النيابي. لا بالعكس على اني ما خالف القانون اضحي بمستوى السياسي. انا تريك بعلمك كثير من الناس نجحوا من غير فرعيه. لا حول ولا قوه. رياض خلي كثير من الناس. رياض طلبتك بس اهدى شويه بس يرد بسرعه وبعدين حق الرد لو سمحت. تفضل اخوي. منو انكر ما راح النيابه؟ ومنو طلع بقناه الوطن بنفس اليوم اللي انا رحت النيابه فيه؟ كم المبلغ اللي تضخ بحسابك كذا تجرؤ تقول للناس؟ يا رياض عطني فرصه. حاجي رياض رياض خلي عطني فرصه. لا ولا ما تكلم. لذلك لا عندي 20 مليون رياض عندي 20 مليون. زين ترضى؟ غلط. زين اقول لك عندي 20 مليون. زين اخوي العزيز حريتي انا ما قلت لك المبلغ يوم شفتك مره واحده من العزيات. رياض تكفى رياض اقدر اواجهك فيها. رياض خليك معي عطني في اساس الوقت بس عطني فرصه بس يرد والله بترد. ترى انت عضو مجلس امه. انا مواطن عادي. وانت عضو سابق وزير عدل سابق ورئيس انا عضو مجلس امه. والله لو انا معاك كان عرفت شلون اتكلم معاك. رياض انا مواطن عادي. قبلت اناظرك انت ما قبلت. لا حول ولا قوه الا بالله. احنا في مناظره الحين. رياض رياض تكفى عطني 5 دقائق بس يرد الريال وبعدين بتكلم ولا ما اتكلم. انا ما عندي شيء اخفيه. انا رجل جيتك في المجلس
لا تقعد تقول مجلس وانا باللجنه، انا جيتك في المجلس انا ايش دراني عنك انك باللجنه؟ اللي صاب وانا ما ادري يا بعد دوبي يا بعد زين زين انطرني مع احترامي وتقدير لك انطرني او على الاقل طق الباب نفس القدس ما طقوا علي الباب. زين رياض خلنا بس اسمع رده وبعدين بترد، بس خلنا ننظم الحوار. تكفون تفضل ابو علي. تكفى رياض لا تقاطع. طلعت بقناه اسمعني، طلعت بقناه الوطن وتكلمت بالفم المليان قدام العالم، زين ما عندي شيء اخفيه. دخلت علي ابو داخله بقناه الوطن ودزيت لابو حسين وقلت له يا علي انا ضروري حسين الحريتي بيديش مداخله، ودخلت عليه وتكلمت وياه وشرحت له وقلت له انت مو عضو مجلس امه وانا برا يا اخي، استدعيني بلجنه الايداعات زين، واجيب لك فلس فلس واجيب لك. انت ليش اهتمامك برا ساحتك عندي؟ ليش تروح النيابه تشتكي علي؟ رياض عطني فرصه جايك جايك اسمعني رياض، اشتكي علي رياض 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 واثبت كلامك صحيح. رياض هذا نسوي رياض رياض انت الحين وين مشكلتك؟ مشكلتك اني عندي قضيه ولا ما عندي قضيه؟ انا مشكلتي لا مشكلتي عندي قضيه ولا زين بيان النيابه زين زين اسمعني بيان، ما قلت بيان نيابه سياسي، بيان نيابه ما هو سياسي، بيان نيابة قالت هذا كلام النائب العام ما بي كلام زايد رياض. وقانون رياض تعارض المصالح رياض مشكلة نيابة. انت مشكلتك ها ما تبي تعطينا فرصة نتكلم رياض بعدين لحظة. بعدين بقطع. القرار ترى ما قال أموال شرعية، قال لا جريمة ولا زين. جريمة يعني القانون ناقص رياض انت تبي الاستفادة قانوني وقول الحقيقة للناس رياض دقيقة ابو علي رياض رياض انت تبي الاستفادة عطني فرصة ثلاث دقائق يرد الريال وبترد ثلاث دقائق خلني استفيد رياض بس خلني وجه تكفى عطني ثلاث دقائق انا حاسبهم وياك تفضل ابو علي رجاء رياض لا تقاطعنا زين تفضل طلعنا ودشيت لمداخلة بالوطن وعندكم في اليوتيوب دش حسين الحريتي الحين هو ايش مشكلته شنو مداخلة ما هي زينة لك خلي يرجعون اليوتيوب اسمع زين زينك كانت بالعكس يا رياض يا رياض عطني فرصه اني اتكلم لا يرد عليه الموقف انت يا رياض تقول انت انت الحين انت انت ايش تبيني اقول لك قول لي انت 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 انا ابي انا ابي ابي انت تقول ان انا مالي شغل من هالكلام حلو انزين انزين خلينا نقول اللي تفضل فيه كله صحيح انا بمشي وياك ليش رحت تزامنا مع النواب اللي قالوا ان تضخمت حساباتهم بناء على قضايا معينة ليش ما رحت في فترة مختلفة عنهم؟ هذا السؤال لازم يعرفونه الشعب الكويتي. أقول يعني هذا هذا ردك أنت كعضو مجلس أمة تقول كذي؟ أنا بوريك الأوراق أنت لما جيت المكتب. حبيبي حبيبي حبيبي. بعدين أنا ترى وين تبي وين تبي نجيك؟ وين تبي نجيك؟ زين قول لي. أنت مطلع عليه. أنت لحظة لحظة أنت ليش ما تطلع بالصحافة؟ رياض اطلع بالصحافة بما تملكه من أدلة وتفتخر وتستشهد وتقول إني أنا عندي شجاعة. اطلع ورا الصحافه ورا الشعب الكويتي اوعدك اوعدك وعد اني راح اسويها يلا روح وخلال هاليومين انا انا اوعدك وعد يا الشعب الكويتي اسمعني على الميدان الحميدان يلا انا وعد. انا وياك شوف تطلعوا بالتلفزيون شوف. لا اسمعني راح اخليها باوراق رسميه اسمعني اسمعني انا اوعدك وعد اني اكتبك خليك على وضعك اسمعني اوعدك وعد انا اقول لك اسمعني اوعدك وعد اسمعني بس ها طلع لي وعد. انت تقول اللي دفع لي طلع لي اللي تقول اللي دفع لي انا ترى عندي خطوات وفي امور اللي دعت اصبحت في امور مستجده انت ما تدري عنها راح تدري عنها بعد يومين حاضر وذكرك. حاضر وانا اقول لك ها انا اقول لك احط ايدي بيدك ونروح النايب العام قواك الله زين قواك يلا. الله بس اقول لك الله خير لا تتراجع خليك تشرفنا رياض. خليك رياض. رياض 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 هدي شوي خلي انت طرحت اكثر من موضوع رياض خلنا طرحت اكثر من الموضوع هو يقول لي انشر وانا بمشي بخطوات ترى قانونيه بحته ماشي رياض عطي ثلاث دقائق بس يرد وبعدين ثلاث دقائق واختم معك اسمعني اسمعني انا بقول لك خله هو قال اللي دفع والمصدر انا ابي يذكر لي اللي دفع وهو قالها وقالها بمقابلته بالقبس الالكترونيه وانا بنتظر يقول لي من اللي دفع ومن المصدر تفضل رياض اسمعني ليش ما طلع بياناتك للناس اسمعني انا الحين وعدت الناس انت اوعد الان انا اوعد وبوفي شو طلع حق منو انت انت صحيفه اتهام ايه؟ طلعها انا راح اطلع صحيفه الاتهام طلع 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 على ايدك أطلع. انا أطلع انا على ايدك انا على ايدك طلعها لي ارفع عليه قضايا بهذا اسمعني طلعها انك طلب يا انك ترفع عليه قضيه بعد المغردين انا الاسبوع الجاي وصدقني انا وعدك انا وعدك طلع اسمعني
اوعدك اوعدك راح ارفع دعوه ها واتمنى انك لا تكون تحت نص ان لا يؤاخذ عضو مجلس امه في قاعه عبد الله السالم. انا راح ارفع الحصانه بكل ثقه. زين ثقه تامه. خلاص انا وياك وهذا قدام مشاهدين ها واتمنى لك لا تتراجع. ماشي اذكر انت لا تراجع انت كل المره تراجع. اذكر لي دفع اذكر لي دفع لي اذكرها. انا ما تراجع. اسمعني وسجلها بالمفضله عندك. اسمعني اذكر أنا احب ما عندي المواجهه. اسمعني يا ابو احمد اذكر لي دفع لي انتظرك. زين يلا اخوي رياض يعطيك العافيه كل شيء راح يبين الحقيقه للناس ان شاء الله. اخوي رياض العتسان شكرك على المداخله. نرجع على القضيه الاهم. كل متشائم من قضيه الحال مجلس الامه والصراعات وفتح الملفات القديمه واستجواب رئيس الوزراء وكان هناك استجواب للشيخ سلمان الحمود ولو قلنا لهم حتى لو استجبتوا ما راح ترجع الرياضه وما رجعت الرياضه ونسى الملف وماذا في النهايه وين بنوصل؟ شنو الهدف؟ هل هو صراع اخطاء؟ الان اتكلم كمحلل كمواطن وصاحب انا كمواطن وكصاحب خبره في مجلس الامه أنا اللي قاعد أقول لك في أن الأمور قاعد تتجه إلى التأزيم. أنا قاعد أقوله ويقولونه كل المحللين. فإحنا ما نتمنى هالأمر هذا يوصل لأن حل مجلس الأمة فيها تكلفة كبيرة على البلد وتكلفة كبيرة على الناخبين. زين؟ فأتمنى من نواب مجلس الأمة أنهم يتدرجون في المساءلة السياسية. وجه سؤال، اعمل لجنة تحقيق ثم استجوب. عرف شلون؟ لأن ما حصل باستجواب وزير الإعلام زين ما انحلت الرياضة. هم عطوا وزير الإعلام فترة 3 شهور عرف شلون؟ إن 3 شهور يتم تعديل التشريعات تقدمها الحكومة للمجلس تتعلق بقوانين الرياضة حتى يتم رفع الإيقاف. حلو. تفاجأنا بعدين بأن صار استجواب. فهني الإشكالية وين رايحة؟ الإشكالية أنت عطيتها 3 شهور فانتظر 3 شهور وبعدها تقدر تستجوب. تقرير لمداخلة رياض حسين الحريتي جاهزة؟ حتى اللوجو موجود جاهز؟ أعرضه خلي نشوفه ورد نشوف رد أبو علي أبو محمد يلا. تفضل محمد. كانت هذه المداخلة بس إذا بنختم بنقول في النهاية. أنا كنت أتمنى أنه يطلع لمني. أنا قلت له بهذه المقابلة قلت له استدعيني في اللجنة وأنت عضو مجلس أمة. صح. هذا جانب. الجانب الثاني كنت أتمنى في تقرير ثاني أن تحديد الوقت كان الساعة 1 زين والمواجهة كنا بنقول أن مو أنا اللي أتخلفت بل أنا جيت قبل الموعد زين. وبعدين في بعض الأشرطة وبعض الكلام كثير موجود. موجود طريقة أنه والله يتهم أن أقطاب الأسرة ويتهم بأن والله من الحكومة ومرة يتهم من الشؤون التجارية. ما احنا عارفين أنا من أي فئة عرف. فلهذا السبب اللي احنا الحين الرجل يقول لي أني أنا ما واجهته. شلون ما واجهتك؟ أنا جايك في مجلس الأمة ولا زلت أنا قاعد أقول لك أنا وياك نروح النائب العام إذا عندك شيء. أنت ملزم اليوم تقدم اللي عندك للنائب العام. صح. والله محمد أتمنى كل التوفيق لهالبلد وأنا شاكر لك على حضورك اليوم وتوضيحك كثير من المواضيع وأتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك أبو أحمد وشكرا الإخوان الحضور. واحنا ولو رغم اني انا هذا الموضوع ما كنت اودي اني انا ارجع وادش عليه لان خلاص البلد تحتاج الى الان الى 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 الى, إلى, إلى, إلى امر نتعاضد كلنا لنحقق طموح الناخبين اللي كل مره تعبوا من الحل مره مرتين ثلاث. ها هذا الموضوع انتهى واتمنى على ان الاخ رياض العدساني ان يدور له موضوع اخر ممكن في فائدة للبلد وللنخب إن شاء الله. السيد حسين المحامي حسين الحريتي شكرا لك على حضورك اليوم. أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية برنامج وجه لوجه نشوفكم باكر إن شاء الله. أدعو الله أن يحفظ الكويت الكويت أولا والله يصالحها.